هو هذا يسمون اوز المناعه، يقلل مناعه الجسم. ليش احنا اذا قلل مناعه الجسم ايش راح يصير فينا؟ ها؟ كل صار بالامراض. هذا شو يسوي؟ هذا مرض معدي. تفهميني؟ الاشخاص اللي موصلين فوق الامور الجنسيه من غير اعتياد. ليش يقول لك من شخص يروح يسافر خارج القطر ويرجع لازم يسوي له فحص؟ هو هذا فحص. هذا شو يسوي؟ يسوي تقرحات جلديه بالجسم، وهذا بعد ايش يجي؟ بعد ما يتفاقم المرض بجسم الانسان يلا يصير عنده طفح جلدي اخر شيء. يعني هذا بالاعراض الاخيره. هذا الشخص ما له علاج. قبل هذا ينزل وعلاج حرق